يا هلا والله بالجميع، كيفكم طيبين؟ رجعت لكم بفيديو للمونتاج جديد. اشتركوا في القناة وبسم الله خلينا نبدأ. جاءتني أسئلة كثير كيف طريقة الكتابة في برنامج اي موفي. كل بساطة عندنا الشيء اللي نبغى نكتب عليه، مثلا نضغط عليه، لما يصير الإطار أصفر راح نروح للشريط اللي فوق، ثالث خيار في النص راح تجيني هذه الطرق الكتابة، في منها مثلا بالطريقة هذه، في منها مثلا هتكون في النص تحت صغيرة وفوق كبيرة، مثلا بالطريقة هذه، على أي شيء نبغاه. بعضها تكون تسوي لي زي بلور، بعضها تكون بالطريقة دي، وعلى حسب الشيء اللي نبغاه. مثلا أنا أبغى شيء عادي، بالطريقة دي أسحبها وأحطها. زي ما تشايفين جاتني 4 ثواني، أنا ما أبغى 4 ثواني، أبغاه مثلا الفيديو كامل بالطريقة هذه. نضغط ضغطة نروح لنفس الشاشة، مثلا نكتب صباح الخير، بحكم اني اصور في الصباح فخليها صباح الخير. بالطريقة هذه نقوم بعد كده نحدد، حلو، نحدد عليها. لانتم ملاحظين فوق في حرف التي، وفي هنا الخط، هنا في حجم الخط، وهنا في اذا نباها على اليسار، نباها على اليمين، نباها في النص، نباها على اي حاجة نباها. في هنا تكون عريض، في هنا تكون بتحديد، هنا نختار اللون. مثلا أبغى تكون مثلا لون سماوي، أو نختار اللون اللي احنا نبغاه، مثلا الشيء اللي يكون ملائم، مثلا أبغى أصفر بالطريقة هذه. أبغى أختار خط ثاني، إذا مثلا ما عجبكم أي خط من هنا ننزل تحت، شو راح تجيني خطوط، بعضها أنا محملها وكثير منها تكون موجودة في نفس الجهاز. لنفترض نختار كوفي مثلا، زي ما تشوفين هنا أكبر شيء 24، لا أنا ممكن أبغى أكبر، فأجي هنا أبغاها مثلا 288. حلو، خلينا نشوف كيف بالطريقة تجي. زي ما تشوفين تخش شوية شوية، طبعا كل واحدة من هذه لها خصائصها، مثلا في بعضها تتلاشى، في بعضها تنزل من تحت تظهر كده فجأة، في بعضها تطلع، على حسب الشيء اللي احنا نبغاه. في برضو اللي هو المعلومات تصير ماشية، طول ما الواحد يتكلم تصير ماشية، ولكن يعني ما نقدر نكتب كتابتين فوق بعض. لو جينا نجرب زي ما تشايفين ما نقدر، مو مسبوح فيه في اي موفي. وهذه هي بكل بساطة طريقة الكتابة في اي موفي، وكل واحد وابتكاره. وهذا اللي كان عندي، نشوفكم فيديو تاني للمونتاج ان شاء الله. دمتم بسلام، لو عندكم اي اسئلة تفضلوا في التعليقات او في السناب او انستغرام، والسلام عليكم.